زمان كان الاغاني بتاعت محمد عبد المطلب، كمان هقول لك انا كمان اغنيه كنت بحبها بتاعت رمضان بتاعت ثلاثي الاضواء المسرح. انا كنت بسمع اغنيه شاديه فايزه احمد وام كلثوم بقى دي اللي كانت بتكسر العالم كله. غالبية البيوت ما فيهاش تلفزيونات، ده زمان. دلوقتي اقل بيت فيه اربع تلفزيونات وكلهم الوان، ده زائد الدش خدت بال حضرتك فتفرق برضه. يعني بقول لحضرتك كان تلفزيون ابيض واسود. طبعا نيلي وشريهان ديت كان عامله حاله كنا لازم كلنا نتفرج عليها، كنا بنستمتع بيها جدا جدا جدا. ترى الديكورات شكلها ايه والاستعراضات شكلها ايه، اكتر مما فيها من فزوره. لا كانت انتظار قوي يعني. فهو كانت الناس بتتابع التلفزيون وتتابع شريهان وسمير غانم. كان في اغاني كتير بيغنوها وكانت جميله ولغايه دلوقتي على فكره بتتقال. زمان كان الراديو كمان له مكان جامد قوي في رمضان، يعني لما كنا نتلمع على الترابيزه لازم الراديو كان يبقى جنبينا عشان نسمع مسلسل رمضان. ساعة الفطار صلاة التراويح بنروح بعد العشاء، بنصلي العشاء ويصلنا التراويح لحد الساعة 12، وبعد العشاء بعد الفطار بنفضل نصلي كده لحد الساعة 12 ونريح شوية السحر ونيجي نصلي برضه لحد الساعة الفجر. العشر الأواخر دايما بيبقى فيه اعتكاف في المساجد، يعني كان في البلد هنا في مسجد معين بيعتكفوا فيه العشر الاواخر بتوع رمضان. لكن حقيقه بالنسبه لبلد زي بلدنا هي الطابع الديني فيها كويس جدا. هو بالنسبه لصلاه التراويح انا طبعا ما نزلتش، ما بروحش بالليل جامع، يعني الاهالي طبعا الكبيره ما زالت في بيروحوا. انا من النوع اللي اصلي التراويح على طول، يعني بعد العشاء على طول. We'll be right back.